حماية حقوق الدولة وفي حماية يعني في مواجهة الطرف الآخر المتعاقد مع المستثمر سواء كان أجيرا أو كان موردا أو غير ذلك. في اعتقادي أن القضاء هو في خدمة تطبيق القانون، وكما جاء في مداخلة الأستاذ ناقل العمور وفقا للدستور التطبيق العادل للقانون يطبق القانون لحماية المصلحة الجديرة بالحماية سواء كانت مصلحة المستثمر أو مصلحة الطرف الثاني في النزاع، لأن الفكرة أن ليس كل المستثمرين عندنا يحترمون القانون، فلدينا حالات كثيرة جدا فيها مستثمرون نصابون ديزارماكور سواء مستثمرون على خاصة على المستوى الدولي. نعرف الآن كلنا نعرف مثلا قضية ديال جهة التغازل، ملف استثماري ضخم جدا 2009 توقف لأن المستثمر لم يحترم في ظل الأزمة الاقتصادية لم يحترم تعهداته. المسألة بدت فيها التحكيم التجاري الدولي، طبيعة الحال كان الحكم التحكيمي لفائدة المغرب خلافا مما قال أستاذ الوديتي، لأن التحكيم التجاري له منافع يعني ومزايا لا توفر عليها القضاء الوطني. لا نطيل في هذه المسألة، مسألة القضاء والاستثمار، القضاء يحمي الاستثمارات. الفكرة هو ما هي الآليات القانونية التي تشجع على خلق مناخ إيجابي للاستثمارات. سنتحدث عن القانون، هناك مشاكل قانونية، نتحدث عن تطبيق القانون، نتحدث عن انتشار الرشوة كما جاء في مداخلة أستاذ شبو، الرشوة سواء في مجال الحصول على التراخيص في الوكالة الحضرية، في الجهات البلدية، في الجهات الإدارية إلى غير ذلك من الأمور. إذن هذه مسائل لا تتعلق بالقضاء. أربط بالقضاء فكرة أخيرة، هو أنه حينما أسمع المداخلات، مداخلة أستاذ الدراري والأستاذ أخليفة، ألاحظ أن يرحلون بنا إلى القانون المقارن خاصة القانون الفرنسي. الإشكال الذي يقع عندنا هو أن جميع النصوص القانونية في المغرب حينما نريد أن نؤولها القاضي يقوم بمجهود فردي ليؤول بناء على قوانين أجنبية. أين هو حوار القضاة للديالوغ دي جوج في المغرب؟ كيف يتم مأسسة هذا الحوار على المستوى العمودي وعلى المستوى الأفقي؟ محكمة النقد المغربية مع محاكم النقد في دول أخرى لها نفس النظام القانوني اللاتيني، هناك اتفاقية توأمة بين محكمة النقد المغربية والفرنسية سنة 1995، ولكن ليس هناك تفعيل هذه التوأمة. في فرنسا محكمة النقد لها اتفاقيات مع تقريبا 21 دولة محكمة النقد ناطقة بالفرنسية و 27 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. هناك حوار على مستوى الاجتهاد القضائي، على مستوى القانون المقارن، على مستوى القانون الاتحادي، على مستوى كذلك محاكم الموضوع، هناك حوار بين القضاة، هناك وسائل شبكات معلوماتية للوقوف عند الاجتهادات القضائية والسوابق القضائية. هذا الملف الذي عرض علي كقاضي اليوم، هل عرض على محكمة أخرى قد تكون في الدار البيضاء أو في طنجة؟ كيف تعامل القضاء مع هذه الواقعة؟ ما هي الاجتهادات التي استند إليها؟ إذن هنا المأسسة ديال هذا الحوار وتكوين ديال القضاة عندنا في المعهد ديال الدراسات القضائية كما هنا في هذه الجامعة لا يساهم على هذا. شكرا. ليس لدينا تكوين في القانون المقارن، لا في القانون ديال التجارة الدولية، يعني أميون جاهلون. وشكرا. شكرا. شكرا.